هل انت كنت بتعاني من نفس الازمه اللي بيتكلم فيها الكابتن رضا عبد العال وانت كنت بتلعب في الاهلي، او بعد ما مثلا سبت الزمالك ورحت ولعبت في الاهلي، لعبت في الناديين الكبار برضو، وبعدين لعبت في جولدي ولعبت في المصري، هل كنت المريخ. بتعاني من المشاكل التحكيميه او من الحكام زي ما الكابتن رضا عبد العال كان لا برضو انت بيقول؟ الانديه الكبيره بتقوي قلبك، يعني بتخليك قوي وتتكلم وتعترض بشكل حتى لو في اساءه. لكن انا اتعرضنا كتير جدا في المصري والمريخ والمريخ والفرق اللي هي اللي انت بتتعرض من الحكام لضغط شديد، يعني انت بيجوا عليك بشكل كبير. حتى قال الكابتن رضا قال كلمه كويسه يا كابتن اسلام، مديرين الفنيين حتى مع الفرق لما بتيجي تحط الجدول بتاعها او بتقيم فرقتها او تقول لك النهارده بتحسبها ماتشات، بتقول لك ان الماتش الاهلي والزمالك هم رامين في الفوطه التلاته بونت متاخدين، فالنهارده فالفرق اللي بتروح تلعب الاهلي والزمالك بتحط مغلوبين 50%، ال 50% الثانيه بتتغلبها في الملعب. لكن خليني اقول لك بصفه الحكام يا اسلام، النهارده الحكام ما لهمش حمايه في مصر، هما بيخطئوا. النادي الاهلي ما يمكن الكابتن رضا يعرف لا على ماذا الكلام، انت كنت بتلتزم لقرار الحكم صح ولا انا غلطان يا كابتن؟ حكم بيحسب عليك فاول او اوت او كورنر او حاجه ضربه جزاء، كنت بتقول ايه؟ القرار خلاص الحكم خده. لكن انت النهارده اللي بيلفوا على القنوات بقى، النهارده الحكم بقى مباح، انا ما فيش الحكام من الاخطاء، لكن هم السبب. ايوه يطلع هم واحد السبب يطلع اللي هو خبير بيوصلوا له ده، يطلع خبير يقول في القناه دي الكره مش ضربه جزاء، ويتقال في قناه معينه على الكيف ان دي فاول او كورنر، ما تقولش كده او قول كده. طبعا فالحكم بقى ربنا ان كل الحكام ما يطلعوش على الشاشه، ما تنكدش، يعني انا بنكد واحد زميلي ليه؟ لان هم ليهم حسابات مع بعض، هم بيكرهوا بعض، ما فيش حد بيحب حد، فدي بيستنى ده غلطه وده بيستنى ده وقعه عشان يبدا يطلع السواد اللي عنده على الشاشه. اقسم بالله يا كابتن رضا انا في ماتش في النمسا كنا بنلعب فرقه اسمها سالزبورج، الحكم ظلمنا، يعني احنا لو كسبنا هنلعب في الدوري الاوروبي، انا بقول الحكم ظلمنا في ضربه جزاء، فبقول له انت لعبتوش بيلا فوسبل، يعني انت لعبت كره قدم؟ لا 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 إيه، لا ما انا بقول له لا 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 معلش لا والله ما عادي لا 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 مش عادي، هاخد المكالمه الاول عشان معايا مكالمه. انا بقول له لا انت بتتكلم لغتك يا كابتن ابو الدهب، لا مش هينفع. انا بقول له ايه ده انجليزي ده بقول له لا ده الماني. لا طب قولها تاني كده. لا يعني انا بقول له دو شبيله فوسبل، يعني انت لعبت كره قدم؟ فضحك يعني لو انت بتقول لحكم هنا الكلمه ديت اقسم بالله كنت قطع رقبتك. لكن انا بقول لك الحكام في مصر مش محميين، النهارده مباحين.